شكرا لكافة الأعلام معناها في حرصهم على معناها اتباع كل أنشطة الصناعات التقليدية. نيمات الصناعات التقليدية دي سوف تنطلق يوم الاثنين 9 مارس إلى يوم 16 مارس. في الحقيقة فمش مش ينطلق نهار السبت، نهار السبت لدي عديد الأطراف في الجمعيات. الفكرة كيف استرفوا بعد انقطاع لدار 4 سنوات السنة الفارطة أنه ما فماش احتفالات، لكن بكل صراحة المجتمع المدني طيلة أسبوع وهو ينشط في يوم صناعة تقليدية سواء جمعيات سواء روضات سواء مدارس. وهنا أنا باش تبعت شكرا لقناة الوطنية كل وقت تقريب الجمعة ذيك في الأخبار 8 والجمعيات تنشط، وبالتالي كان فما تفكير في تغيير اليوم 16 ما دام تفرض من المجتمع المدني لا تغييره. بينما تونا على خاطر ما تنجمش نهار 16 يجي نهار الاول نهار اثنين نهار الاول في الاسبوع، بينما المجتمع المدني ينشط خصوصا في نهايه الاسبوع. وبالتالي جات الفكره وبدينا نحضر لها من شهر سبتمبر، وكانت الانشطه بكل صراحه متعدده في كل الجهات. وهنا نحب شكرا لكل الاطراف المتداخله بخلاف لوناري، كان فما اطراف متداخله على المستوى الجهوي، كل الولايات مشاركه، المجتمع المدني سواء محلي ولا مجتمع مدني جهوي ولا وطني، المندوبات الجهويه للثقافه والمندوبات الجهويه للتربيه والمندوبات الجهويه للسياحه، مراكز التكوين المهني المختصه في الصناعه التقليديه، عديد المدارس العليا والمعاهد العليا في الفنون سواء بوزار ديزاين ولا ارميتي، وكذلك دور الشباب، هذوما الاطراف داخل على مستوى تونس. وحاضرين معنا نحب نشكرهم، قاموا ببرنامج كبير ياسر. أول واحدة هي جمعية صيانة مدينة تونس ورئيسها سي زبير متواجد معنا، عمل نشاط عنده هو مشروع أوروبي، معناها جاب التظاهرات كل في أيامات الصناعات التقليدية. مشكور أيضا جمعية تراثنا اللي هي ديجا قامت بعملاول بالخرجة باللباس الوطني باللباس التقليدي، وسنا نسقوا معنا وفما خرجة في تونس يوم الأحد 15 مارس تخرج من مسجد الزيتونة حتى تشرح بهم الكبر، والخرج هذه السنة تعمل تقريبا في 15 ولاية. وكذلك جديد السنة هي رحبوا بجمعية التونسية للصناعات السيارات التاريخية اللي باش تعمل زادة دولاشة بالأوتوموبيل يوم 15 مارس في شارع حبيب بورقيبة، اللي هو فيه زادة ورشة حية تبدأ من نهار السبت والأحد والاثنين، ويكون باش يكون يوم كبير نهار 15 مارس. وكذلك في شارع حبيب بورقيبة موجودة قاعة أخبار لاصقة وزارة المرأة باش تكون فيها اكسبوزيسيون تاع المنتوجات المتميزة للصناعات التقليدية. على بخلاف هذوما عندنا اللي هو العادي الخمسة الذهبية يوم 14 مارس، وعندنا اليوم 16 مارس هو تكريم أحسن حرفي على المستوى الوطني، وكذلك التكريم الجهوي لحرفي وحرفية. وفما ورشات حية في المدارس الابتدائية في المندوبيات في مراكز التكوين تقريبا في كل الجهات، فما ندوات حول أيام الصناعات التقليدية، وبالتالي فما حتى أنشطة، فما محاضرة تعمل في كلين 9 أبريل على الصناعات التقليدية. وبالتالي الحاجة الباهية أنها كان هدف منها هي تقريب الصناعات التقليدية من المواطن التونسي، والمنجم يكون زيادة على الأصالة والتراث أنه تنجم تكون من وطنية وتدخل في حياتنا اليومية. وهذا بإجازة